على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار. نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أثروا الحياة العلمية، الأكاديمية والمعرفية. عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وافكار من اعداد وتقديم محمد القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الافاضل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في الحلقه الثالثه من برنامج رموز وافكار عبر اذاعه جامعه الخرطوم صوت العلم والمعرفه اف ام 93.3 وما زال الحديث مع البروفيسور علي عثمان محمد صالح استاذ الاثار بجامعه الخرطوم بروفيسور علي الحلقه الماضيه سالناك هل تكون علم زي علم المصريات بالنسبه للنوبه بيولوجي ولا حاجه بصورة اللي فيها نعم نعم مرحبا بك بروس شكرا شيخنا واستاذنا محمد القاسم الاهتمام الاوروبي ثم اهتمام اليونسكو خلى وضع الاثار السودانيه في وضع احسن من الاثار المصريه الاثار المصريه بتاعت السد آه. المصريه بدت في الاهتمام الاوروبي وشامبليون والغزو الفرنسي لمصر نعم وذي هما لإهتمامهم هم وجهوا الامر ل نشأت علم اسمه ايجبتولوجي نعم. علم المصريات ولا علم ضيق جدا لانه معناه ايجبتولوجي معناه اتحصر ايوه دراسه تاريخ ولغه مصر القديمه نعم. طيب احنا لما الامور اتسعت عندنا بعد انتهاء حمله اليونسكو حمله اليونسكو غطت عشر سنوات من 1959 الى 1969 وكان لسه في باقي اعمال خاصه فيما يتعلق برفع معابد ابو شنبل استمرت 71 لكن الحمله الرسميه كانت من 59 إلى 69 العلماء اللي اشتغلوا في السودان كنا محظوظين جدا لانه تقريبا كل العالم اشترك في حمله الانقاذ كل العالم يمكن العالم الثالث ما كنا نسمي العالم الثالث في الزمن ذاك مشغول بنفسه في حركه التحرر لكن الهند اشتركت وبروفيسور شيني اللي هو طلع من هنا مشى اوغندا بعد ما سودنا وظيفته ومن هناك مشى غانا واسس قسم الاثار هناك في جامعه ليغو في اكرا جاب فريق من غانا العلماء الذين اشتغلوا في الاثار كان فيهم الناس زي بيتر شيني زي فيركوتير وهو فرنسي زي جون الكزاندر تحدثنا عنه مطولا no. في الحلقه الاولى الذين ما اتجهوا نحو تكوين نوبيولوجي نعم no. هو حقيقه ظهرت كلمه نوبيولوجي نعم no. هم اتفقوا 1969 انهم انشوا جمعية يسموها The International Society for Nubian Studies نعم no. الجمعية العالمية للدراسات النوبية وانشوا مؤتمر عالمي اسمه المؤتمر العالمي للدراسات المروية والاجتماع الأول تم في أسن في ألمانيا الغربية في الزمن ده وجو الرؤساء المديري الذين اشتغلوا مع اليونسكو في إنقاذ آثار النوبة واجتمعوا وقرروا قيام هذه الجمعية والجمعية زي الطبيعة كان الاهتمام بالاثار المسيحيه في بداياتها يعني. احنا طلاب في سنواتنا الاخيره في الزمن ده نعم حنخلي 69 المؤتمر الثاني سموه اسوسيشن نعم no. يعني ما سموه جمعيه لان الجمعيه حاجه بتبقى بقوانين او لوائح او حاجات زي أيوه. دي سموه اسوسيشن هيئه نعم لكن في النهايه انتهى بانها تبقى مؤتمر عالمي ايوه للدراسات المرويه طيب ذكرت كلمه نوبيولوجي في اول مؤتمر اقامته جمعيه الدراسات النوبيه العالميه او جمعيه العالميه الدراسات النوبيه كان في وارسو واحد اكبر الناس في زمن ذاك مخونوفسكي اللي يعني ذول اكتشف فرس عرض ان تسمى امنوبيولوجي فلما دايماً ده تخرجنا وانا تخصص الاول اثار العصور الوسطى هم بيسموه اثار الفتره المسيحيه وسجلتها كتبت الرساله بتاعتي في كالجاري مع شني حول دور الاثار في اعاده كتابه تاريخ الفتره المسيحيه لكن في غلطت غلط كبير جدا بانه ان تسمى هذه الفتره الفتره المسيحيه غير صحيحه لانه الاسلام وصل معها يعني مع البخت الاثنين آه، 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 في آه. بدايه القرن السادس عشر السابع آه. السادس يعني جت مع آه. المسيحيه حوالي 100 عام وقلت جمله اللي اصبح الشهيره بيحبها مولاي جعفر المرغني انه والله الاسلام والمسيحيه جو في سرج واحد فنحن نسمي هذه فتره مسيحيه انا ما بوافق وغلطت هذا دافعت عنه دفاع مستمر في الدفاع عن الرسالة يعني اقتنع شني هو والكزاندر يعني ما نسميش العصر الوسيط وفي اسلام وفي مسيحيه في العصر الوسيط كان دارين انا اشتغل في العصر المسيحي بيشتغل لكن في طلع العصر الوسيط لانه كل المدن المسيحيه تطورت الى مدن اسلاميه يعني نعم ورفضنا نوبيولوجي باعتبار انه والله بيحسرها. اسمح احسن نسميه سودانولوجي ايوه احسن نسميه سودانولوجي فهم نوبيولوجي نوبيا يعني جلال التي تبيض يعني نعم لانه نوبيا بالسمعه بتاعت الضخمه وبالاسم الكبير بتاع الحضاره وباليونسكو نعم no. بيقدموا بدون قروش نعم no. بعدين يقول السودان رجي بيبقى في قول كده وكده نعم no. حكومنا خلاص ما نسمع علمنا نعم no. تقوم الجمعيه تشتغل نبقى الجمعيه العربيه للدراسات النوبيه تشتغل في كل اثار الفتره من ما قبل التاريخ لحد الاسلام وما بعد الاسلام الاسلام ذاته ما مراحل يعني no. لحد محمد علي باشا لحد بدايه الغزاره والمرويه تكون شغاله بالمرويه وفي 78 السنه اللي انا امتحنت فيها دكتوراه في كامبريدج كان في المؤتمر الفاصل اللي كتب لوائح وقوانين الجمعية العالمية للدراسات النوبية وأسس في إنه كيف يتم اختيار القادة فيها طريقة الانتخاب وانتخاب الرئيس وانتخاب أعضاء الم... كده يعني فانو... صارت في مجموعة كبيرة نعم. من المهتمين يعني كنا من العلماء حوالي 70 في كامبريدج نعم. وكان مناسبة إنه مناسبة كبيرة كده يعني وقتك يعني المهم إنه تأسس هذه الجمعية بقانون واسمها الجمعية العالمية للدراسات النوبية حتى الآن مرقنا من فهوة أنه نسمي العلم سودانولوجي ولا خلاص تعلمنا وبقينا واعين نعم. ونعتقد من حيث ما يجب نعم فبقى العلم بتاعنا من ذلك الزمان وحتى الآن أي نعم كل أربع سنوات ينعقد بتنعقد الجمعية العالمية للدراسات النوبية وكل أربع سنوات العقل المروية وشكينا بيناتهم فبقى كل سنتين هناك مؤتمر عالمي عن الآثار السودانية نعم no. واتفكينا من دي شكينا من حكاية انه سماه جبتوري بقى الإيجيبتولوجي ما قادر يحوي تطور العلم الآثار نعم no. واثنين في واحد حتى نقام مؤتمر اسمه ايجيبتولوجي عن انثروبولوجي عشان يقدر يدخله العلم الجديد نحن ما كان عندنا هذه الصعوبة دخلت من بدري آه. نعم no. وطبعا استمرت يعني الناس الكبار معته لكن ما نشر تقاريره استمر النشر لفتره احتفلنا بمرور 30 عام على انقضاء حمله اليونسكو حمله اليونسكو 2000 وكان احتفال ضخم جدا وختمنا بها نشر كل النتائج الحملات وطبعا اهم حاجه يعني انت دول بتبحث بتطلع معلومه يعني واذا ما نشرتها بتروح المعلومه على كانت تكون جوا في الارض م يعني بل نشرنا حفريات تمت قبل الحملة دي نعم مثلا سشبي في المحس عمارة في سكوت تمت حفرها الغادة ماتوا وخب توثيق مهم جدا أنا بقيت رئيس قسم الآثار 1982 83 أول أنا اشتغلت الرئيس ثلاث مرات دي كان أولاها نعم فوجيت بأنه ما في أنا ما أعرف يعني أدرب طلابي وين كل البيئات الشغالة تتحدث باللغات غير الإنجليزية إيطالية بولندية فرنسية. ألمانية الايطاليين عندهم ثلاثة أربعة والأنواع عندهم ثلاثة أربعة والفرنسيين عندهم ستة سبعة، وأنت كتبت خطاب لسان لورنس كروين اللي هو ده منو؟ اللي هو كان مدير الأكاديمية البريطانية وهو كان من أصدقاء السودان كروين اللي تكلمت عنه لما تكلمت عن ترجمة نقش الأذان وهو ذول ترقى بقسير سير فخاطبته قلت له أنا الان رئيس قسم الاثار وانا خريج جامعه الخرطوم فيرست كلاس وانتم عارفين ده وخريج جامعه كامبريدج وجامعه كالجاري ماجستير وكامبريدج دكتوراه بقيت رئيس القسم وفوجئت بانه انا ما عندي طلبه ما بقدر طلابي الذين يدرسون بالانجليزيه الى حفريه ونحن ما عندنا نقول نعمل حفريه الخطاب عمل هزه في انجلترا كنت مدعو انا في كندا لحضور مؤتمر الدراسات الافريقيه للثمانينات نعم no. وفزت في مسابقه الورقه بتاعتي طلعت هي الاولى من 12 ورقه كتبوها على فسافرت مشيت وكان ده الكلام يعني انا كتبت الكلام اللي ما أبغى قشم mm. يعني من الثمانين انا حسيت بان انا ما عندي طريقه اعمل تريننج لطلابي في الاثار العالميه يعني نعم no. تم اجتماع بعد المؤتمر ده جيت في كامبريدج حضروا سان لورانس كروين لورانس ما جاء لكن الكساندر وبيتر شيني ونيفل تشيتك نبيتي تشتغل برضه في السودان وناقشوني في انه تقدر تعمل شنو ما دا فرق انجليزي يعني ده من حق هذا عليكم بس لورنس قال خلاص نحن حنعمل حمله في سوبا قلت له ما بطل وانا كنت بتكلم باسم المدير الجامع وباسم الجمهوري محمد شريف اللي هو كان مدير الاثار ولساني طويل شويه وهم بيقولوا نوبه وانا سيد النوبه يعني يقول يعني وقف حاله انا يعني كنت بقول لهم كذا no. في هزار يعني حصلت حاجه جميله جدا قالوا خلاص احنا نقوم لجنه خماسيه في الاكاديميه البريطانيه ونعمل فيها جائزه حكومه وتبقى هذه اللجنه هي النواه لما سياتي من مؤسسه عالميه اللي العمل في السودان ومتحدثه بالانجليزيه وافقت وفرحت جدا حقيقه نعم no. جد بلغت المدير والمدير هناني وقامت هذه اللجنه وجو عملوا حفريات عملوا اول حفريه انجليزيه بعد ما كانت توقفت بفتره طويله جدا نعم no. بعد الاستغلال في سوبا هذه اللجنة تطورت بفضل عمل جون الكساندر ودمن أعماله وبيتر شيني <applause> أصبحت الآن اسمها سوانيز سوسيتي فور أركيولوجيكال ريسيرش No. وهي أسد بالدخل السنوبي في السودان ما لا يقل عن مليون جنيه سنيني وشغاله الان في خمسه مواقع ده حرك يعني كان فيه منافسه يعني لازم نقول الكلام يعني. المانيا دارت تاخذ تول وفرنسا دارت تاخذ طول وايطاليا دارت تاخذ طول واوروبا يعني بولندا تاخذ والانجليز حسوا بانهم فعلا فقدوا دراسة الآثار السؤال اللي هي أصبحت من الأهمية العالمية وهم اولى يعني اولى يعني يعني. انت يعني. فقامت هذه الجمعيه وهي الجمعيه الان في المتحف البريطاني ولازم انا اقدم شكر كبير لاداره المتحف البريطاني ولممثلهم اللي في السودان بيجي اسمه ديريك ويزبلي حقيقه يعني كان فيفيان ديفيس اول زياره عملها فيفيان عشان يطور الشغل من اللجنه الى ده وبعدين قامت الجائزه بتاعت هيكوكري اللي هي بتصرف كثيره جدا على الناس بيعملوا انت اظنك في السودان. ايوه واول عمل في جنوب السودان بالمناسبه صرفت عليه هذه الجائزه فنحن تطورنا والحمد لله ربنا وفقنا اننا ما نخش في ماذا نسميه بيولوجي على وزن ايجيبتولوجي كما ارادوا بعضهم او هم مرقوا ماذا نسميه سودانولوجي واقول لهم بكره امشي احفر في الفاشر فبقت الجمعيتين ده حتى الان المؤتمر ال 14 كان في سبتمبر الماضي في فيينا في سويسرا وكان ضخم جدا ضخمة يعني وبقى الحضور هسه الآن ما أقل من 300 عامل عالم من علماء الاثار والانثروبولوجي واللينغويستيكس وفيزيكال انثروبولوجي واورال تراديشنز وفولكلور والسيد الوزير كان حاضر هذه المناسبة السيد محمد كريم الهد وزير السياحة والأمين العام وزير العام للهيئة كان حاضر وكان عدد السودانيين هناك ما شاء الله 24 من الحال العالم تناديتم بما من بروفيسور عبد القادر وأنا وبروفيسور عباس سيد أحمد ويوسف مختار بل يعني كنا أربعة كنا 24 شبابنا قدموا أوراق عشان كنا نتباهي بهذه المدرسة نعم هي في المدرسة خروجنا من ماذا ان نسميه بيولوجي وفور ذات ماتر سودولوجي خلت الناس كوم يكبر كده يعني. نعم المستمعين الافاضل فاصل قصير ثم تسجيلات نادره ايقاعات حيه مواد وثائقيه وتسجيليه احمد بن كل العتباني مولود في الابيض انا اتميت تعليمي الثانوي في سنه 28 كانت رغبتي اني ادرس قانون وما كانت في كليه قانون في ذلك الوقت محاضرات علميه بحوث وعلوم تضم الجامعه 19 كليه و17 معهدا ومركزا للبحوث والتدريب ودار للطباعه والنشر، هذا بالاضافه الى مستشفى سوب الجامعي نغم جميل وترفيه مفيد. مواد تعليميه وثقافيه from experience, and from our own experience in the Sudan. The, outcome of the practice of is always a صوت واحد صوت, صوت جامعة الخرطوم جامعة الخرطوم أثير الجامعة برامج جيدة وممتعة من شتى ظروف العلم والثقافة فقط على أثير جامعة الخرطوم نزع للتفرد والتميز أثير الجامعة نعود للحديث مع البروفيسور علي عصام محمد صالح أستاذ الأثار الكبير في كلية الأداب بجامعة الخرطوم للحديث يا بروفيسور علي اللغة المروية وتحدثت نعم. عن الحضارة المروية وكده اللغة المروية دي القديمة كانت لغة مكتوبة ولها أبجدية تكتب بها وأصبحت لغة رسمية لملوك النوبة وكهنة النوبة والآن تحولت إلى لهجات تتحدث بها المجمعات النوبية ممكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن لماذا اندثرت اللغة المروية وأبجديتها مثل اللغة الهيروغليفية في مصر نعم سؤال هام هو سؤال يعني الناس كلها منتظر الإجابة عليه إن شاء الله طيب دراسات اللغة المروية بدأوها إنجليز أكثر دراسات اللغات السعودية القريبة كلها يعني جريفش. عبقري من عباقرة بختار آه. رضا نعم بريطاني من جامعة ليفربول و لوحة في قلب مكتوبة بالمروية واللاتينية والغرقية وكشفت لنا قيمة الأصوات حقت الحروف المروية يعني احنا ألف باء جيم دال دي قيمة الصوت صوت الحرف فبذلك تم اكتشاف الفوناتكس القيمة الصوتية للغة المروية وعليه سهل قراءتها الذي لم نكتشفه هي معاني كلمات اللغة المروية فنحن نقرأها جيدا ولكننا لا نفهم ده الوضع كان حتى حين قريب أول محاولة جادة للوصول إلى معاني اللغة المروية عملها بروفيسور عبد القادر محمود هو عمل دكتوراه في جامعة درم مع أحد أجل الأساتذة اللغويين مكادم وكتب الدكتوراه بتاعته في معاني أسماء ملوك نبتة أسماء بس؟ أي واستطاع انه من خلال هذا العمل يجمع عدد غير قليل من الكلمات المرويه ومعانيها، وكانت محاوله اولى ومحاوله صعبه جدا. وابو عبد القادر يعني استاذنا وهو اول رئيس لقسم الاثار، قسمنا نحن، كان هو غير ايجبتولوجي في دار الموجة، ولما تكون القسم عشان يبقى قسم دراسات الاندر جرادويت، هو كان الرئيس الاول. عليه هو, هو القسم كان جزء من التاريخ؟ هو من التاريخ نعم no. آه. كان من التاريخ ووقفت المحاوله في عبد القادر لفتره طويله جدا وهو استمر يدرس وطبعا كتب كتاب ضخم جدا باللغه العربيه عن اللغه المرويه فيش اشكاليتين كانوا مواجهانا اللي هو الى اي اللغات تنتمي اللغه المرويه يعني بطبيعه الحال انه بدات الدراسات فيها بتقسيم شجر اللغات او فروع اللغات واعتبرت اللغه المرويه من اللغات الافرو ايشيتك من اللغات الافريقيه الاسيويه كما المصريه القديمه واستمر العمل ماشي تحت هذه النظريه لمساء وقت طويل جدا وما ادت نتائج كثيره اهم عمل بعد عبد القادر انه الفرنسيين بروفيسور لوكلو عمل مجمع بتاع كمبيوتر جاب كل النقوش المرويه المعلومه اللي كان اشتغل برضه جريفيث واخرين معه ويعني بقى في مركز في جامعه السوربون لعل قراءة كل هذه النقوش مع بعض تفضي لنا شيئا. ما في نقش مروي طويل اتلقى في واحد بس، اتلقى في الحمداب اللي هي مدينه على بعد 3 كيلو جنوب مروي القديمه. ونقش مهم جدا لانه نقش كتب في اعقاب انتصار المروي على الرومان، الملكه الشهيره العظيمه كوين اماليانوس، حاربت الرومان ولم يستطع الرومان ان بل تكافات القوات و سنة 23 قبل الميلاد اتكتب اتفاق ما بين الملكة وما بين الإمبراطور الروماني بأنه الناس يعيشوا هدنة سلام أنا بسميه معاهدة البقطة الأولى في تاريخ السودان 23 قبل الميلاد وبالمناسبة جابوا حاجة مهمة جدا من هذه المعركة جابوا راس أغسطس الإمبراطور الروماني الشهير ودفنوه في عتب في واحدة من قصور مروي الرومان كانوا واحده من اليات حكمهم انه مشاهير امبراطورياتهم يعملوا يعني لهم تماثيل وينشروها في هذه الامبراطوريه الواسعه بتاعتهم. ده خلوا نقش هو اطول نقش مروي موجود وبرضه خلافا اسم الملك والملكه صعب جدا نفهم. طيب استمرت الدراسات لحد ما ظهر انه والله نحن إن اللغه المرويه دي ربما تنتمي الى عائله اخرى من اللغات اما الافريقيه الاسيويه. وظهر انها تنتمي او جات نظريه انها بتنتمي لما نسميه النايلو اللغات الصحراويه يعني اللغات النيليه صحراوية هنا ينفتح النقاش شويه لا. لانه هناك لغات النيلية صحراويه زي اللغه النوبيه اتكتبت في جزء من التاريخ وما زال يتحدث بها الناس فنشا يعني مساحه اوسع شويه لدراسه اللغه المرويه واريد ان اقول للناس انه والله يعني هذه الدراسات لما بدا دراسه اللغه المرويه في اطار اللغات النايلو سهارا الصحراويه النيليه وبيساهموا في عدد كبير من العلماء مؤتمر دراسات نايلو سهارا لانجويجز انعقد هنا في المعهد دراسات الافريقيه هنا دراسة اخونا البروفيسور أمينو مانجا وكان مؤتمر له ما بعده كل المختصين تلموا من لغات النايلو سهارا وجينا نحن الاثاريين باضافاتنا وانفتحت افاق كبيره جدا لدراسه اللغه المرويه. الرجل الاكثر انتاجا واكثر تقدما في فهم اللغه المرويه اسمه ريلي فرنسي هو مدير الوحده الفرنسيه في الهيئه العامه للاثار والمتاحف اسمه كلود كلود ريلي كلود ريلي ما كان عندنا في الجامعه هنا؟ ما كان بدرس هنا في اللغة انشاء اي, آي يعني, يعني يعني هو علاقته واسعه جدا معنا طبعا أيوة. وباعتباره رئيس الوحده الفرنسيه في الهيئه العامه ورجل نشط هو اصلا لغوي وانا أصلا نحكم مباشره انا مشهور من هذا انه ابحاثه اوصلتنا الى نسبه من الثقه والفهم اكثر من ربما 50 ل 60% لاكتشاف اسرار اللغه المرويه. واللغه المرويه هي توم للغه للغه النوبيه يعني الفهم جاء عندما بدا الباحثين يعملوا مقارنات يعني المقارنه ما بين اللغه المروية واللغه النوبيه هي اقرب الى اللسان الدنقلاوي في اللغه النوبيه وفي كشوفات اثاريه انا بقيت اتكلم كثير يعني في كشف آزاري حصل بتعمل جامعة خرطوم برضه في المشروع بتاعنا اللي اسمه الضواحي الشمالية نحن لسه ما نشرنا اثاره كلها لكن هذا الكشف الأسري حيساعد مساعدة كبيرة جدا عن ترتفع النسبة من 50 ل 60 الى ربما 90 وربما 100% نعم لفهم اللغة المروية وفك اسرارها يعني التنويع في اساليب دراسة اللغة اوصلتنا الان غاب غوسين ادنى من فهم اللغة المروية المؤتمر الجاي ان شاء الله اللي حيكون في سبتمبر القادم للمؤتمر العالمي للدراسات المرويه حيكون فيصل او فاصله مهمه في هذا الامر. للاسف المؤتمر بتاع بتاع القبل ده ما قام، يعني نحن مؤتمر الدراسات النوبيه كان سنه 2010 في بريطانيا، 12 كان المفروض يكون مؤتمر الدراسات المرويه في القاهره في اسوان. انا والله يعني ما كنت مرتاح من هذا الاختيار. مع انه ما زال المصريين وعلماء المصريين لا يعترفوا بحاجه الحضاره المرويه. نعم. لكنه انتخاباته تم التصويت في فيينا 2008 انه مؤتمر دراسات المرويه القادم يكون في اسوان، لكن حصل ما حصل في مصر في ظروف وللاسف المصريين في وقت حرج جدا لغوا انعقاد المؤتمر. مما اخر محاولاتنا اربع سنوات. نعم. بعد جهد جهيد ومن استاذنا زاخ مايكل زاخ في جامعة فيينا اللي هو كان رئيس المؤتمر 2008 جاء الخبر السعيد جدا انه وافقت جامعة براغ انها تعقد مؤتمر الدراسات المروية في 2016 في براغ اللي هو بعد اربع سنوات يعني 12 زائد أربعة 8 وبعدين 12 من عقد حينعقد في 16 وانا ربطارة آه. النافع التاخير ممكن افتح لكم المجال شويه نعم. لمزيد من الدراسات ####لـ أي. 2016 أي. أكيد حيكون عندكم حاجة نقيضة فيكم... أكيد أي. أكيد احنا بحوالي ٢٢ بنكون طيب الآن قادرين ننشر... الخبر السعيد بانه تمكنا من قراءه وفهم اللغه المرويه ان شاء الله. نعم. بس اضيف انه جامعه الخرطوم ساهمت في حاجه مساهمه فاعله جدا. نا. نحن دعينا مؤتمر الدراسات المرويه 89 نا. هنا نا. في تكريم نجوى محمد شريف وهذا الاكتشاف الاثار الاخير بيقول كلام كثير جدا اضافه. نعم سيادتك. نعم. بروفيسور علي في دعوه من بعض المثقفين النوبيين. انه تتكتب اللغات النوبيه بالحرف اللاتيني. نعم. المغزى شنو من الدعوه دي؟ لانه خاصه اللغه العربيه اصبحت هي اللغه القوميه في السودان واصبحت لغه نعم. زي ما تفضلت قبل هي الانسانيه في السودان. نعم. نعم. هو برضو في اشكاليه صغيره هنا، في حين انه الحرف العربي اكثر انتشارا والمتحدثين المتحدثين بالنوبيه، يعني نسبه الاميه للحرف العربي نسبه ضعيفه جدا، لانه التعليم ما شاء الله انتشر، في مشكله الحروف المتحركه في اللغه العربيه اللي هي بترسم كحروف وكتشكيل ضمة وفتحة وشدة وكسرة وما إلى ذلك اللغة النوبية مليانة فاولز مليانة حروف متحركة فضبط هذه الحروف المتحركة بالتشكيل العربي صعب جدا والحرف المتحرك في اللغة النوبية بكاد أكثر من 50% من الحروف الحرف اللاتيني بيعالج هذه النقطة نقطة رسم الفاول بالحرف اللاتيني لذلك أنا اول ما كتبت في الماجستير بتاعي إيه؟ ترجمت اغنيه شهيره جدا لوردي وكتبتها باللغه بالحروف اللاتينيه طيب ما كان في اي ظل سياسي في هذا الامر ومجرد حركه اللغه وصعوبه تشكيله بالحرف العربي اخونا المرحوم خالد الكبارة عرض الموضوع ده بانه كتب اللغه النوبيه بالحروف القديمه الحروف التي كتبت بها اللغه النوبيه برضه هنا في اشكاليه لانه الذين يعرفون الحروف النوبيه القديمه وإمكانياته الصوتية عدد قليل جدا من الناس فأنت لما تكتب اللغة النوبية الحالية بالحروف القديمة أنت بتحرم قطاع ضخم جدا من الشباب لقراءة هذا مع أنه هناك حصلت محاولات يعني لنشر هذا الحرف لكن في كل الحالات الإنجيل تم ترجمته للغة النوبية 200 في 1800 يعني حقيقة تم ترجمته لمجابهة الثورة المهدية وأنا عشان القى ده لعبت لعبه لا يلعبوها الا ناس الامن الضليعين يعني أيوه. كان في جمعيه اسمها ذا فورين بايبل سوسايتي جمعيه ملكيه بريطانيه هي اللي كانت بترجم البايبل لكل اللغات فأحية ترجمه قديمه للبايبل للغه النوبيه اللي هي حصلت حوالي 1100 او قبل ذلك لما كانت اللغه النوبيه مكتوبه احيت هذه وكتبتها بالحروف اللاتينيه وبالحروف العربية نحن لم نكن نعرف هذا الرواية رواية طويلة جدا سأختصر لك انه في النهاية اللي حقني انه في حاجة اسمها الكتاب الاسود كلمني بها استاذنا والدنا النجم محمد شريف وهو كتاب سر كده امره ما مع معروف فتشناه لحد ما اكتشفنا هذا الكتاب ولقيناه ترجمة الانجيل بالحرف اللاتين ذهبت اثنان الف الى انجلترا ومشيت ابحث عن المطبعة المطبعة اسمها مطبعة الحجر في بولاق في القاهرة لكن الجمعيه اسمها فورن بايبل عملت سمتك الاول بتاع الاجازه السبتيه بتاعت الاولى ومشيت انجلترا كان 88 وكان همي كان عندي قضيه يعني موضوع اسري وبروفيسور يوسف فضل يعني أشعر ذلك الموضوع الاسري وداني سمتك كان في بدايه السنه في 88 بدل 87 فمشيت والحمد لله رزقنا بالسنه الاولى بعد حوالي 15 عام من الزواج ومشيت افتش هذه الجمعيه فكتبت خطاب ورسلت إلى الجمعية فجاني خطاب بيقول انه هذه الجمعية تم حلها 1891 وتحولت مكتبتها تحت امرة جلالة الملكة اليزابيث الثانية كتبت لهم الجواب دي انا كتبت العنوان بس بس كتبت العنوان اجاني الرد من هذول القيمة على المكتبة انا ما كنت بعرفه منهم فقال انه انت بتحتاج لاذن من جائعة الملكة شخصيا كتبت رجعات الملكة قلت لها انا الدكتور فلان الفلاني صفتي لاناتي خريج جامعة كامبريدج لكن لا في شباتيكل. وابحث عن مستم. الانجيل النوبي المترجم الى الانجليزيه بسرعه شديده جدا جاني خطاب بموتر ثاني يوم تقريبا من جائعة الملكة قالت لي شكرا على الاتصال، وهذه مكتبه هذه الجمعيه هي في جامعه كامبريدج، وقالت لي انا اتمنى انك تعرف كامبريدج وين؟ انا ما قلت انا اخرج كامبريدج، انا قاعد في كامبريدج، والرجل المسؤول يعيش في المكان الفلاني في كنت، سيتصل بك وارجو ان تحاول ان تتصل بي انت. انا بقرا في خطاب بعد يومين لي خطاب من الرجل، قال لي انا في كنت انا البيجو هون كامبريدج شو كان ميت مي <applause> فمشيت قابلت الرجل في المكتبه وفوجي بانه قاعد في كامبريدج في المكتبه الرئيسيه وبكميه من التعب هذا الرجل العجوز طلع معاه وجابوا الاسانسير ومشينا ودخلونا في تراك زي التراكس بتاع مكتباتنا الكبيره زمان نعم <applause> <applause> وفوجيت قام قال لي وش ون دو يو ونت ذا عربيك سكريبت اور ذا لاتن سكريبت انه انه في عربي سكريبت انه خط عربي قلت له بوس فمرقهم لي. وأنا الدفشتة وقراءة الخط بالعربية صعبة شوية لكن معه هنا بالحرف اللاتيني وعليه قلت له أنا ممكن أصوره وقال لي يس شالوهم صوروهم لي وجيت غازيا وعرضت هذا الإنجيل في النادي النوبي وحمست عدد من المعلمين عشان يقروا الانجيل النوبي ويعيدوا تحديثه اللغه النوبية الحديثة وما فلحت في ذلك لكن امكانيه كتابه اللغه النوبية بالحرف العربي بقت اكثر من جليه نعم ويجب ان يحصل حاجة هسي معظم الشباب اللي يتكلمون بذلك بيكتبوا بالحرف القديم لكن الان بعد ما تعرفت حكايه الانجيل دي والناس عرفوا انها كتبت كيف ده يعني ترجمه الانجيل في القرن العاشر نعم بالحرف اللاتيني في القرن التاسع عشر وطبعا بكون في يعني فكره سياسيه خبيثه no. ما قلت لك الجمعيه المكونه عشان أيه. ترجع المسيحيه نعم no. وياما المهديه وحده no. من محاضرات المهديه كان طبعاً هذا no. الكتاب ودسه للنوبيين نعم no. وكانوا المهم موجود وعليهم no. ممكن يتكتب اللغه لكن دائره no. جمعيه او جهه رسميه تعلم الناس كيف يتم تشكيل No. الصوت النوبي بالحرف العربي جرت no. محاولة حتى الآن لكنها محاولة شوية ما تم اجتهاد حولها كثير نعم لكن يا أنا في رأيي أنه فك بتاع اللغة المروية ومعرفة كتابتها بيخلينا ممكن نعيد قراية أو نطلع على أدبيات كثيرة جداً كتبت باللغة النوبية نعم. وممكن ده يكون فيه ثراء شديد جداً نعم. للحضارة والثقافة نعم. النوبية من مظانها الأصلية التي نعم. كتبت بها نعم. أساساً نعم. ومعرفة كثير من النقوش نعم. ولذلك ينبغى أنه حقه يكون فيه اهتمام شديد جداً بأي نقش موجود نعم لانه بعدين لقينا المفتاح فممكن يعني نغوص في كثير من من الاشياء وانا افتكر يعني ما دام هي لغه بتاعت حضاره وفي منتوج كثير جدا يعني مندثر ممكن ما احنا ما اكتشفناه هل هي لعبه الصدف كل هذا العمل عشان تتوصل لهذا الامر؟ انا ما دام ما احنا في هذا المجال برضه اوريك هذا توثيق جامعه الخرطوم والامكانيات نعم. جامعه الخرطوم تم في 1964 كشف جرة في موقع قصر إبريم قصر إبريم في النوبة المصرية طيب تحت الموية <applause> لكن الجبل جبل عالي جدا فما زال الحفريات مستمرة فيه نعم هذه الجرة حوت 169 مخطوطة نوبية نقش ولا بردية المكتبة النوبية يبدو المكتبة النوبية الملكية نعم عندما غزا تورشين اخو صلاح الدين ايوبي ايوه بتاعنا يعني بنسميه هو اخو اخو صلاح الدين ايوبي لا. وهو ضرب ابريم ضربه قويه جدا في 1172 واضح انه تم دفن هذه المخطوطات في الكنيسه هذه الدره لما تلقت هذه ثروه ضخمه جدا ضخمه جدا وانا سعيت وما زلت اسعى ان تجي هذه الثروه الى السودان ولكن حيث انه قصر في الحدود المصريه تم هذه ثروة في المتحف المصري لكن هي في محفوظه المتحف المتحف القبطي في مصر محفوظه اي نو. انا عملت في الدكتوراه بتاعتي حوالي 30 الى 40 من هذه المخطوطات ايوه وهي مجمله الدبلوماسيه النوبيه العربيه في العصر الوسيط نو. مجمله ومعظمها هي اما مخطوطات ملكيه اوامر ملكيه نو. يعني كما الاوامر الجمهوريه بتطلع هالشي او مبايعات او مداولات مع الخليفه الاسلامي نعم no. عن طريق الحاكم الاسلامي في القاهره انا سعيت كثير جدا لانه في مصر ما في دول بيدرسها no. وسعيت مع القصر الجمهوري وسعيت مع مجلس الوزراء وسعيت مع دار الوثائق المركزيه حتى الان ما عندنا الا صوره منها انا املك منها صوره صوره كامله؟ لا ما كامله نعم no. املك لحوالي 40 نعم no. اودعتها في مركز ابو سليم محمد ابراهيم ابو سليم توثيق اللي برضو لسه يعني ما فرهد حسب ما يفرهد يعني لحد no. الان ما متاح للجمهور عامه no. انا عملتك في جزء من الرساله ابندكس no. ملحق بالرساله فيه عدد سبع ثمانية no. من المخطوطات النوبية الكبيرة بما تقول كلها أسرار أنت يعني نعم. No. برامج داخل أنا أكشف أسرار كلها يعني. <applause> <applause> وما لقيت وقت والله بزحمة الآثار إنه أقعد على أتمنى إنه يمد الله في العمر إنه نقعد على هذه المخطوطات وتترجم تكتب بالحرف العربي ويتم شرحها لأنه يعني نحن بنعرف قوة الدبلوماسية العربية النوبية نعم. اللي هي واحدة من أجلها أنا سعيت للمشروع القطري السوداني للآثار نعم في 836 الملك النوبي رسل ولده في سفارة إلى العراق إلى بغداد نعم وعشان يناقش العلاقات الثنائيه زي ما بيقولوا هالشيء نعم وهذا النوبي ركب حصانه من دنقلة مشى مصر مصر مشى دمشق وكتب الكتاب العرب جايب حوله عجايب يعني ومكث سنتين في بغداد يحاور في الخليفه المهدي من اجمل الادب السياسي وجاء البطريرك من انطاكيا زار الولد وهو شاب صغير عمره في العشرين مكان ومن القاده الشهيرين جدا من في المملكه النوبيه يعني. كل هذا ما معلوم للناس no. الآن عملنا مجلة اسمها دوتو دوتو ده الاسم النوبي للمملكة المسيحية النوبية اللي هي جاية من دورو تو دورو معناها أبر ولور م. م. أبر ولور نوبي يعني والآن بعد أربعين عام أطلب مني وبأسرع فرصة ممكن نشر رسالة الماجستير بتاعتي وأديتهم الإذن إذن إن شاء الله وهي بدايات التفكير السوداني في دراسة الفترة المسيحية لانه اسمها a better understanding the contribution of archaeology for a better understanding to the Christian period. نعم. وقمت رفضت Christian period سميتها the medieval period. نعم. وانا اتمنى انه الجامعه تستطيع ان ترشي، انا احب اللجان العلميه، لكن لحد هسه انا ما سعيت وان شاء الله كان سعيد, سعيد ان شاء الله. جامعه يعني دنقله بتسعى الان انها تعمل معهد اللغه النوبيه. الان اولادنا كلهم بيكتبوها بالحرف العربي. صعبة القراءة دول ما بيعرف، الآخر عليه صعبة، لكن بالتدريب بتبقى يعني. نعم. مستمعي فاضل فاصل قصير ثم نعود. على جدرانها نقرأ الأصالة والعراقة. جامعة. وفي طلابها نلتمس التميز والتفوق. وعبر أثيرها نستمع لصوت العلم والمعرفة. جامعة. 93.3 اف ام أسير الرائد لجامعة الرائد لجامعة صوت الجامعة. ثلاثة وتسعين فاصل ثلاثة إف إم أم الجامعة. عادل. عدنا لمواصله الحديث انت تحدثت كبير عن المساله الاسلاميه وكذا الاسلام دخل في بلاد فارس ودخل في تركيا ودخل في اقليم السند في الهند واسيا الوسطى وانتشر استعمال اللغه العربيه للاغراض الدينيه ولكن هذه الدول خاصة ايران وتركيا، ظلت تتحدث بلغاتهما القومية ويعتزون بارثهم الحضاري والثقافي، فبالنظر الينا في السودان عندما دخل العرب باسلامهم تراجعت اللغات المحلية لصالح اللغة العربية، لماذا لم تصمت هذه اللغات المحلية والصحراوية ولا واللغات ولا السودانية في وجه التعريب الذي حدث؟ أمر الإسلام في السودان مختلف من باقي الدول وأنا شيء من هذا ذكرته في الحلقة الأولى أفتكر لأنه انتشر الإسلام في السودان باليقين نعم كده فصل لي شوية في اليقين ده أبرز علي الكلمة دي شوية يعني نعم ما انتشر بالحرب نعم انتشر باليقين يعني أحب السودانيين الإسلام فدخلوا نعم وده فرق ضخم جدا يعني وأحب الإسلام نعم السودان نعم وعمل هذا البخت أيوة. يعني آه هذه المعاهدة الذي تكلم عنها ألافا نعم. لا إنها خالفت الشريعة نعم. الإسلامية والفقه الإسلامي أيوة. لأن الأرض إما أرض إسلام أو أرض الحرب رحم الله فرصة عبد الطيب نعم. في محاضرة شهيرة عملها في النادي النوبي إن شاء الله لما سكعم فرصة عطل الحقول الكلام ما الناس نعم. وأنا قاعد في المقدمة طبعا إجلالا وتكبيرا له يعني قال الذين يتحدثون عن المعاهدة البط ويقولون أنها فارقت الفقه الإسلامي لا يعلمون لا يعلمون أن هذه الاتفاقية أجازها ووقع عليها سيدنا عثمان بن عفان الذي كان في هذا في هذه الأرض وخبر أهلها وسماحة أهلها وخبر طيبة طينها فهو أجازها من معرفته لهذه الأرض لأنه كان هنا في الهجرة الأولى وكانت السيدة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هنا بعدين والله هكذا أنا والله هكذا لا. أخذ برهة وابني بروفيسور عثمان سيحدثكم عن هذا إن شاء الله أنا قلبي طار انا ما عندي شغل بالحياه ولما اكتشفت مدينه أزانة أيوة. هي اصلح مكان ياتي اليه مهاجرين كايسين السلامه في الدين والبدن اسلم مكان وشيء عجيب ما كتبه بروفيسور الطيب وكتبه بروفيسور دفاع الله رحمهم الله الله ينفعنا بجاهم. امين وهم من رجال الله سبحانه وتعالى بروفيسور حسن الفاتح غريب الله حسن الفاتح غريب الله نعم كتب كتاب بعنوان السودان ارض الهجرتين نعم no. عبد الله كتب مقال جاء الاسلام الى السودان قبل المدينه المنوره ونشرها في مجله الدراسات الافريقيه no. في جامعه افريقيا العالميه الان يعني الوصف الذي وصفوه الرجلين دي واحد جاي من القران no. كان فقيها في فيه وعارفا له نعم أيوه. الطيب نعم no. وواحد جاي من no. السيره نعم no. وكان صوفيا مخضرما نعم no. وفعلا الاسلام جاء الى السودان قبل المدينه المنوره mm. فيبقى كيف زي ما مشى تركيا ولا بيكون مشى اي حته ثانيه نعم <applause> ليس اسلام يقين واسلام اتفاق فيه بركه ايوه نعم وثمرت هذه الصوفيه السودانيه التي لا تشبهها صوفيه في العالم ما في اي مذهب ديني في العالم بيشبه المذهب الصوفي السوداني لانه هذا مذهب مشغول بالله <applause> وبالرسول الله وبالانسان ولا يطال اي تطرف ولا حتى اي غرور نعم <applause> ديني ولا اجتماعي والحديث يطول في هذا انا لابس طاقه الشريف محمد الملك خاتم قاعد قدامك يعني نعم no. وعلى والحمد لله نعم no. أه لا يمكن ان يقارن تاريخ الاسلام في سوريا مع اي دولة اسلاميه اخرى نعم no. كذا بروفيسور لا يقارن اقطع حديثك شويه نعم no. أه انا سمعت حاجه يعني انا اشتغلت معه زي ثلاثه الى اربع سنوات نعم no. في الفتره بتاع تاسيس مجمع اللغه العربيه نعم no. وسمعت كثير يتكلم بيستخدم كلمه بركه نعم. الشيء هذا فيه بركة والقول ده فيه بركة كلمة بركة زي قيمة معنوية اللي هي أنا أربطها بكلمة اليقين أنت قبل شوي قلتها أن الإسلام إسلام يقين ولذلك هو راسخ في الأرض السودانية كان البروفيسور عبد الطيب من أولياء الله الكمل نعم. فليحاشوني من يحاشوني في هذا الكلام نعم. ليس من رأيك من سمع نعم. أنا عارفك وأنا عندي معه قصص عجيبة أنا لم أدرس اللغة العربية نعم. كان والتخصص أيوه. ولكن الذي حدث انه عبد الله الطيب وزوجته الكريمه بيجوا لمروي في الحفريه لبيتر شيني اسبوعيا في الويك اند وربما يقضوا معانا اسبوع او اكثر من اسبوع وهم جالسين وهو يتحدث ويسال, ويسأل ويسالني انا الطالب القاعد في الحفريه اوجد لي الاثر العربي في اطار الاثر المروي اقول له حاضر ان شاء الله وينشغل على ذلك ينشغلون بالمتعة ويقول لهم اطلع به الخلا نمشي أم سودة ونمشي البعصة ايش أنا هذا الضعيف معه وشفت وهو يناجي هذه الآثار أم سودة لفها 12 أسد جزء منهم قاعد في المتحف منظر مهيب أن يكون في 12 أسد ستة أسود في ممر وهو يذهب في هذا الممر جيء وذهاب ويتحدث معه ومرق عليه تعرف المحسي نحن بنقول جدا العباس مع كده قلت له بطريقتهم قال لي أنت رايك شنو قلت له شنو العباس قال لي أنت قال لي أنو الأسد باللغة العربية عبس قلت له بعرف منك يا فرس قال لي احنا جدا انا عبس دا فصارت عباسة <applause> في حالة انا بسميها النشوة لأن... الصوفية أيوة. وفي كل هذه الرحلات انا كنت ارى عبد الطيب انسان مختلف نعم وان شاء الله في في مرحلة حدث... انا بحكي لك رؤيا أيوة. لانه انا لم افصح عن هذا أيوة. الا في الاحتفال الاخير الذي تم لتخليد ذكرى بمرور عشرة سنوات من موته نعم وكنت جالس ايوه ويتحدث المتحدثون وانا يعني شالتني حاجه فرفعت يدي بعد انتهاء الكلمات ومسكت الميكروفون وتحدثت عن بروفيسور عبد الله الطيب الولي الكامل. نعم، كده يا بروفيسور انا اعود لحاجه حكى لي اخونا المرحوم الاستاذ عبد الكريم محمد عبد الكريم اسكتر وكان وقتها مديرا تنفيذيا لمكتب مدير الجامعه وانا كنت مساعدا له وكانت في لوحه جداريه نعم صوره هي فيها النيل وفيه مركب وفيه بروفيسور عبد الله الطيب قاعد ومعه زوج قاعد ثاني بيجدف له في المركب ده فقام سالت عبد الكريم قال لي هذه اللوحة فيها بروفيسور عبد الله الطيب وقال لي أنا كنت المبحر بالمركب قال لي بروفيسور عبد الله طلب مني أنه نمشي نادي الزوارق ونأخذ زورق no. ونمشي بالنيل شمالا no. إلى جزيرة التمسح no. وقال لي هما الاثنين كانوا أعضاء في نادي الزوارق والاثنين سباحين ماهرين وبروفيسور عبد الله كان بيحب عبد الكريم no. عبد الكريم قال لي بديت أنا أجدف في البحر مبحرا شمالا وبروفيسور عبد الله الطيب يتحدث عن النيل عن حالة النيل في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف إلى آخره ويتحدث عن الريح في النيل في الأوقات المختلفة ويتحدث عن سكان النيل ويتحدث عن التيارات ويتكل ويتحدث عن التيارات البحرية في النيل وأحواله وسكانه ونباتاته قال لينا أن وصلنا إلى جزيرة التمساح ويكاد قال يعني هو راسه يطرش من الحجم الهائل بتاع المعلومات التي قالها البروفيسور عبد الله ويا ليت في وقتها كان تم توثيق تلك المعلومات في النيل. نعم. أه الافاضل فاصل قصير ثم نعود. عقول بالمعارف زاخره وقلوب بالابداع نابضه علوم توارثت واجيال تعاقبت هنا في جامعه الخرطوم التي امتزجت بالماضي والحاضر. لتنقش اسمها بدقة كأم للجامعات. إف إم 93.3 صوت جامعة الخرطوم. موجة 93.3 أثير جامعة الخرطوم صوت الريادة والتميز. صوت والتميز أنا لدي صداقات باكرة بأخواننا النوبيين وخاصة في مرحلة الجامعة، أنا قبل الجامعة أنا يعني عشت في غرب السودان في بارا والرويد الآخرين. المنطقة بتاعت شمال كردفان، وجيت لأول مرة ألاقي ناس، فسكننا مع بعض بعض اخواننا النوبيين وكذا وبعد ذلك تعرفت على ناس في البركس من كليات اخرى وصاحبنا معهم وبديت باكر أصبح كلمه دبيرة وارجين وكذا من خلال الثقافه دي فبنسمع عن عبري يمكن فيها كانت قصيده احن اليك يا عبري وحديث عن ارجين وحديث عن سرى شرق ودبيرة من قرى النوبيين في الشمال وهنالك رموز نوبيه من تلك القرى اثروا الثقافه والفنون والوجدان وخدموا الدولة السودانية ومجتمعها فعايزك تحدثنا شوية عن بعض هذه الشخصيات وأبدأ عمريا بالأستاذ إبراهيم أحمد ثم تحدثنا بعده عن الأستاذ جمال محمد أنا والله أحدثك كثير من الحب والعرفة عن الأستاذ جمال محمد أحمد الأستاذ جمال محمد أحمد كان زي النسيم النسيم زي النسيم نعم في حركته وسكونه أنا هتكلم عن وقايع نعم عملنا جمعية الدراسات النوبية الوطنية نعم. طلبت من جميع العالمية الدراسات النوبية أنه يكون في شابتر وطني لأنه كثير جدا من تفسيرات كل الأشياء ليست بالواقع والنوبيين جزء من السودان صحيح وعليه في كثير جدا أنتم يعني تخصون به النوبية ولا تخصون به السودانيين والنوبيين حيث ما تمشي بتلقاهم وعبد الطيب عنده مقوله سمحه كان بيعمل لي يعني كاين بها يقول له والله انتم كلكم 15 نفر لكن محل ما نمشي بنلقاكم ان شاء الله نلقاكم في الجنه امين <applause> انا تم انتخاب رئيس هذه الرابطه الجمعيه في السودان ومعايا استاذنا اخي العزيز الدكتور صلاح علي محجوب كان في كتب الزراعه؟ نعم دكتور صلاح في الزراعة وبالمناسبة هو كان وما أحسن من محاكي فرز عبد الطيب يعني إذا وقف دكتور صلاح علي محجوب وهو عالم في الزراعة يخطب محاكي لعبد الطيب أنت تندهش في صوته وفي نبرته يعني ومعي الأخ العزيز عمر علي عبد الرحمن وهو أحد خريجي هذه الجامعة ومن أبرز القانونين الآن جمال محمد أحمد عصرت عن الجوابات جاء ما شفته حتى وقف قدام في المكتب في قسم الاثار وقال لي شكرا يا ابني على هذا ولكن إن انتظرتم منها شيئا لفسدت أنتم الشباب فتقدم جملة كانت عجيبة جمال كان على الثقافة شمولية الثقافة وكان السودان ساكن جواه السودان والسوداني وأفريقيا والعرب يعني ينطلق في اي سؤال في اي سؤال في اي من هذه الاسئله وهو جشع وهو رجل دبلوماسي عالي الذوق وكان كثير القراءه لما يكتبه الشباب وفي روايه بينه وبين منصور خالد وهو ما زال حي الله يدي الصحه والعافيه شاء ان شاء الله يوم تجيبوه برضه تعملوا معه لغايه زي ان شاء الله هم كان عندهم كل يوم الاثنين ملتقى في بيت عبد الله اللبيب فقال جمال جخاشي فانا قلت يا جماعه قريته العيد الاخير من الثقافه السودانيه فقالوا اي ده منصور بيكلمني في بيتي يعني كتب أحيس علي في الصحافة قال قلت لهم منو على عثمان محمد صالح ده الكتب عن خواطر حول اصول الثقافه السودانيه بهذه الرؤى ونحن ما بنعرفه قال جماعه التفت عليه قال له انت ما تعرفوش؟ قلت له لا قال له انت تعرف حاجه؟ <applause> قال هذه الكلمه يعني حرقته كده عديد لو استاذ يعني. استاذه يعني لو استاذه فبحث عني حتى وجدني في بيتي في الصحافه، وحكى لي القصه دي، وقال لي انت موضوعك شنو يعني في موضوع الصحافه احنا بنعرفك يعني، وانا قلت له يا شيخنا نحن اهل الوسط، اهل اليسار يلمعونا ناسهم واهل اليمين بدم ناسهم ونحن حقنا رايح، لكن كويس جيتنا وبجاي. جمال كان السودان في اطاره الكامل، ويعني هو سره، وهو مشاكل بلدي، وهو قناتي، وهو الخرطوم، يعني رجل كان كمال لله. لكن في حب الوطن وحب الدين وحب اللغة العربية أنا ما شفت مثيل إلا إنه نجم الدين محمد الشريف يقارع في بعض من هذا جمال تكون طبعا لجنة قومية لتأخير ذكرى وهذه اللجنة رأسها بروفيسور عمر محمد عثمان وكان أعضاء بشير مسعيد بشير محمد سعيد بروفيسور محمد عمر بشير الدكتور والبروفيسور جعفر جعفر كرر جعفر كرار نحن فوجئنا لما هم اتلموا وقالوا تماما كانو كانوا اصدقاء جمال لهم هم كانوا السودان وكان معهم احمد محجوب واتحاد الكتاب السعودي انتدبني وانتدب معي الاخ بشير سهل ان يمثل اتحاد الكتاب والمجلس الغربي للاداب والفنون انتخب الاخ محمد حسين الفكي ان يمثل والخارجيه انتدبت الاخ عبد الوهاب ان يمثل فاحنا جينا كممثل لجهات اشتغل فيها جمال فقاموا الكبار ديل قالوا لا شنو؟ رفعت عنده قلت له نحن داير نعمل كل حاجه جيبوا لنا قروش بس وما شغلتكم بجمال فبروفيسور العمر قال لي يا ولد انت بتعرف جمال احسن من قلت لا جمال سيعرف نفسه في هذا البرنامج انا نطقتها كده بس فخرج الرجل وما جاب لنا 36000 دولار من المصرف العربي وجاء داه اللجنه الكبيره وقال لهم نحن جبنا قروش سووا البرنامج وعملنا سبعه اورش عمل وسته عمل ابداعي واحده فيهم كان الاطفال انا لو كنت اعرفك حتسالني في شاب طفل رس سياب، جافي في قسم الاثار يبحث من الدكتور على اسمه قلت له اهلا يا ابني، قال لي انا داري اشترك في تابين جمال، حاضر يا ابني، بشنو؟ قال لي بشير، وداني قصيده اسمها الخيط الفضي، بجيب لك الحلقه دي بقرا عليه. ان شاء الله. انا ظهرت بهذه القصيده، الشاعر الان شاعر سوداني كبير لكن للاسف مهاجر يعني. انا قلت يا ربي انا في الاول هذا بيكون كتب ده قلت <applause> له انا اقول لك كلام انا ماشي عند الاساتذه افطر تبي <applause> تفطر معي؟ قال لي لا قلت طيب انت ما تقعد يا اخي وصف الحديقه دي حديقتنا كانت غناء جدا المرحوم خضر عبد الكريم واحده من حبه كان الحفاظ على جناية غصب الاثار في رونقه يعني. لما جيت راجع الشاب اللي ناولني الطفل اللي الوصف بتاعه فايقنت بانه هو كتب هذه القصيده هذه القصيده بتختصر جمال في الجمال عملت كتاب طبعا اسمه جمال محمد احمد في سيره سرد شرق وهذه القصيده مضمنه فيها والله يدينا كوبي عشان تقراها وان شاء الله في الحلقه القادمه أنا سأقول عن هؤلاء كثير إن شاء الله نعم مستمعي الأفاضل لا يسعني في هذه الحلقة إلا أن أحني هامتي لذكر الأستاذ الكبير والمفكر والمثقف جمال محمد أحمد نتوقف عند هذا الحد وإن شاء الله نستكمل مع بروفيسور علي عصام محمد صالح أستاذ الآثار بجامعة الخرطوم من قطع من حديث في حلقة وحلقة وحلقات قادمة ونشكر الأستاذة إيمان أوشيك خلف الميكروفون على صبرها الطويل في تسجيل هذه الحلقة والحلقات التي سبقتها السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. على إذاعة جامعة الخرطوم، تتابعون رموز وأفكار. نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من إعداد وتقديم محمد القاسم محمد.